ردهة الحياة السادسة في محافظة المثنى، تتسابق فيها ملاكات قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية مع الزمن لإنجازها في فترة قياسية بغية إدخالها الخدمة الصحية، مشكلين خلية نحل ومتحدين الظروف لمواجهة جائحة كورونا، لكونهم يعملون بجانب ردهات حميات مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي لعزل المصابين في المحافظة، فضلا عن مواجهتهم الظروف المناخية. توجيه سماحة المتولي الشرعي والإدارة العتبة المقدسة يتم إنشاء ردهة الحياة الخامسة في محافظة المثنى بتمويل من وزارة الصحة العراقية ومحافظة المثنى وكذلك المتطوعين من المتبرعين، وبتنفيذ تبرع التنفيذ من قبل قسم الصيانة الهندسية في العتبة المقدسة. الردهة هي سعة 100 سرير، ردهات منعزلة بصفات ومواصفات خاصة بعزل خاص ومجموعة صحية. نسبة الإنجاز 85%، إن شاء الله تدخل لحيز التنفيذ العمل إن شاء الله قريبا. أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح الردهة التي أقيمت على مساحة 3500 متر مربع بواقع 114 غرفة منفردة إضافة إلى ملحقاتها، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى المراحل النهائية التي ستكون ضمن المواصفات المطلوبة من قبل الجهات المستفيدة. ينفذ المشروع على مساحة 3600 متر مربع، يحتوي المشروع على 114 ردهة منفردة بنظام السويد، تحتوي على مجموعة صحية منفردة كذلك. المنظومات الميكانيكية والكهربائية ومنظومات الإنذار والإطفاء كاملة متوفرة بالمشروع. هذا البناء اللي هو خاص بمرضى جائحة كورونا تم الاتفاق على إنشائه بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة، وطبعا هم جهودهم مشكورة على إنجاز هذا المشروع بالسرعة الممكنة لمواجهة الوباء. دعم مستمر للمساهمة في إنعاش القطاع الصحي من خلال زيادة السعة السريرية في المستشفيات لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين ببناء ردهات حياة في مختلف المحافظات العراقية، لا سيما في محافظة المثنى التي أخذت نصيبها بردهة الحياة.